السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم نوعات اخر العنقود. النهاردة احنا عند عماد. انا جاية عشان انبه عن حاجتين. الكوفيرت هتكلم عليها النهاردة لان احنا قلنا ب270 قبل كده في الفيديو اللي قبل كده، تمام؟ النهاردة ب300 عند عماد. انا بس عايزة افهم اللبس البسيط ده في الكوفيرت. كل ده هقولكم في الفيديو، بس العنوان في اول الفيديو كده. انا ركبت مترو، نزلت حلميتي الزيتون، خدت توك توك لحد مستشفى المطرية، سألت على مول العمدة. عماد واقف في المحل عنده مفروشات العمدة. ايامك ايه بقى يا عماد؟ ان شاء الله كل يوم من 10 ل 10. من 10 ل 10 كل يوم. يوم الخميس من 7 ل 7. يوم الخميس من 7 ل 7 واجازه امتى؟ يوم الاحد اجازه. يوم الاحد اجازه. نقلب الكاميرا كده واقول لكم ايه اللبس اللي في الكوفيرتا النهارده. مبدئيا كده الكوفيرتا دي قطن مش بالمتر، تمام؟ متقفله زي ما انتم شايفين، جايه له كده في التوب. احنا كنا قايلين الفيديو اللي فات ب 270 جنيه. دي كانت عماد قايسها لقاها 2 متر ونص. اما خلص التواب وجاب جديد، لقى التواب الجديده 3 متر. 3 متر من عند الشراشيب دي اهي لحد ايده هنا 3 متر، تمام؟ كل التشكيل اللي عنده 3 متر، ما فيش الا 2 ونص الا حاجات بسيطه عشان برضو ما اكذبش، عشان لو حد جه. احنا كده هنشتغل على مقاس. اللي هيستلم مني 3 متر او 3 الا 5 سنتي هتستلمه على مقاس اهو. شايفين الشراشيب دي بتتفصل كده، تمام؟ 3 الا 5 سم هيستلم مني ب 300 جنيه. اقسم بالله على الفيس نازله ب 400 ونازله ب 385 واسعار كده. ويا ريت بقى ايه ان اللي منزل كده صور على سرير ولا على في محل، لا منزل على السيراميك ده. يعني عماد السيراميك ده اللي فاضح عماد، دي الجريمة. يعني كل اللي عماد مصوره في المحل على السيراميك ده كله منزله على الفيس بالصور. ماشي، بس الاسعار اوفر قوي، 400 جنيه. فاحنا بنتكلم في كده، يعني مثلا 20 30 يبقى مبلوعه، انما 400 جنيه. المهم انا دلوقتي وريتكم اللبس. الالوان بقى المتاحه هي دعاء كشمير، اللون الزيتوني، اللون البترولي، اللون المنت فقط لا غير. مفيش رمادي ولا سكري ولا اللون الجملي. هنعرف يوم الاثنين باذن الله الا نستلم. خلاص تمام. النهارده بقى هوريكم التشكيل بتاع البركان الجديد والميكروفايبر. بصوا يا بنات، احنا هنفرد لكم كذا شكل دلوقتي من البركان، بس طبعا ايه، هو حاطط التواب هنا، التشكيلة اهو في العرض لما تيجي تختاري منه. انا هوريكي كذا رسمة كده في العرض، اوريكي الرسومات كلها اللي معروضة من البركال. وزي ما انتم عارفين ان المتر في البركال عامل 50 جنيه. عرض القماش يا جماعة بيبقى 2 متر 40. ممكن 2 متر 40، وعشان المصداقية بيبقى 2 متر 35، زيه زي السري دي. لا كده لا كده يعني، تمام؟ التشكيل ده كله زي ما انتم شايفين، ده كده البركال. هنبتدي كده ونشوف عماد هيفرد لنا ايه اللي جايبه جديد النهارده. بسم الله نبدا بقى يا جماعه. ده كده تشكيل البركال الجديد، المتر ب 50 جنيه. ده اول شكل معانا اهو، في زيتوني وفي بني وفي اشكال كتيره قوي. شكله حلو. الوان الساده ايه؟ الوان الساده انت واخده كلها بقى. تعالى رسوس. عطشان انا. نشرب عرسوس؟ الله ده جميل قوي. طب استنى استنى استنى، والنبي والنبي استنى حته ام. بص يا بنات، عشان النهارده كل اللي كانوا موجودين النهارده في المحل كلهم بلا استثناء جابوا ملايه 5 قطع، تمام؟ ومعاها الكوفيرتا ومشرشيب اللي احنا بنتكلم عليها النهارده دي، خلاص بقت ب 300 جنيه. فالكوفيرتا دي 3 متر. فالكوفيرتا دي لايقه مع القماشه دي طلقه. هي بالشراشيب. بالشراشيب اهي. بصوا طلقه. استنى اعمل كده ناخد صوره حلوه. تحفة تحفة بجد. اللونين مع بعض بصوا نفس الدرجة، اللونين مع بعض الشكلين. انا واقفة عمال اعمل لهم ماتشنجات مع بعض. واحدة تاخد كوفيرتا تقول عايزة ملاية، اروح منقيالها الملاية واحط جيب عادي. طبعا الملاية ياخدوها 4 متر ونص، كيسين مخدة وكيسين خدادية والملاية. دي لما البيش تيجي والجملي. واحدة البيج عندنا، واحدة شايلينها للزبون. عندكم البيج شايلينها للزبون؟ بصوا 100 ايد بتدور على البيج. مش شايلها للزبون. الزبون هتزعل. لا بس احنا ما برضه حلوة قوي. برضه الجملي، ما هي دي جملي مش بيج، دي بيج. جملي بيج. لا دي الجملي. لا ده شايلها للزبون عشان انا الزبونة بتاعتي كده هتزعل. لا احنا اتفقنا انها متشلل. بس جميل. بصوا بقى احنا بنركب ازاي على الكوفيرتا، لان الموضه دلوقتي الكوفيرتا بتيجي معاها الملايه في علبه، وانتوا عارفين سعرها كام. ده برده كده في البركان المتر ايه ب 50 جنيه.
4 متر ونص، يعمل لك كيسين خداديه وكيسين مخده، والملايه تبقى 2.5 في 2.5 الشكل اهو، والكوفرتا ب 300 جنيه احسبيها وانت قاعده كده، وحطي حق التفصيل. الريش برضو ماشي معاها برضو نفس الدرجه اهي. لا لا نفس انت هتيجي ماشي اهي، نفس الدرجه لايقه قوي معاها وشياكه. لا 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 شياكه بجد. بصوا دي جميله قوي نبيتي، شكلها حلو. كنت اقول لكم لو في كوفرتا نبيتي، بس للاسف مفيش كوفرتا نبيتي ابدا. برضو دي لايقه معاها نفس الدرجه. ايه ده، هو البترولي شغال مع الالوان النهارده ليه كده؟ مع ان النهارده كله جاي على المنت. برضو دي جميلة جدا، هادية تمشي معاها برضو الجملي. بص الشكل ده، الله جميل قوي قوي قوي، الشغل بتاعها حلو. النبيتي معاها مبسوط بشكل القماشة ولا ايه؟ هو تشكيل رائع بصراحة، دي شكلها حلو قوي. هو البركان ما شاء الله، اوعى توعي يا لهوي على الهدوء. الهدوء ده برضو حلو قوي. مش جيت ليه مع المنت؟ دي لايقه مع المنت. دي لايقه قوي مع المنت. بصوا دي جميله برضو، بس هي عايزه سيكه زيتي، هي مش نفس الدرجات بس عايزه سيكه زيتي، بس هي هاديه. جيب ايه وتروح فين؟ ماشي، بس انا حاسه انها عامله زي الميكروفايبر، بس جيت اشوف الخام فلقيتها لا ماسكه نفسيها. حلوه قوي قوي دي برضو، اللهم بارك. جميلة التشكيل أصلا بتاع البركال، اللهم بارك تحفة. ده جنس فخضر، دي جميلة أرضيتها عاملة رمادي. هما بس حاطين شكل في المربع بس يبين شكلها، يعني هو كلها مربع كده. وريهم بقى الناحية التانية، الريشة صغننة شوية. الريشة صغيرة في الجزء ده، والله العظيم مش عارفة في ايه. بص كل ما بنمسك واحدة لا لايقة معاها. بص تخيلوا كده الكوفرت على السرير، الكوفرت على السرير والرسمة دي لا وأبيض بقى، لها جميلة والله العظيم تحفة. بني، اللون بني، الناس اللي بتحب الغوامق. حلوة برضو دي قوي، ترش كنت لسه اقول لك مع الكشمير، بس حاسه انها زحمه مع الكشمير. والله والله العظيم لا حاسه انها زحمه بجد. استنى مع الكشمير اهو، انا شديت اهو بشد. بصوا لا والله العظيم انا حاسه انها زحمه اهو. لا حاسه انها اوفر صح، او ربنا حاسه انها اوفر بصراحه. ده حلو مع الجنزان تمام. ايوه دي بقى مع الكشمير، مع ان دي زحمه بس لايقه مع الكشمير سبحان الله. بصوا اهي دي لايقه مع الكشمير، والله لايقه مع انها زحمه عن الثانيه بس لايقه. بصوا اهو لايقه جدا كمان. نحط بص العنوان بتاع الفيديو، ازاي تركب الكوفرته مع الملايه. ماشي ازاي تركيبه اهو، بنركب لك اهو. ده الرمادي لو كان موجود كانت هيبقى حلوه قوي معاه، لو كان الرمادي موجود. الرمادي جاي ان شاء الله. ان شاء الله هو والجملي. الجمل والاوف وايت. والاوف وايت والرمادي، الثلاثة دول خلصانين، هم ان شاء الله وعدنا يجيبهم تاني. الغوامق، أرضية بتاعتها غامقة أوي. بس مش تمام مين. في ناس بتحب الغوامق. ما تتكلميش، أنا عايز أقول. حلو. إيه هتكلمش على إيه؟ نفس إيه؟ نفس البترولي يعني؟ نفس البترولي. بس تحس انها ماشيه مع المنت شويه برضو، في حاجه فيها فتحه. ايه ده اللون الجنزري معاها يبقى طلقه تحفه جميله. هي ماشي بس عايزه الجنزاني. هي عايزه الجنزاني، ما انا ان هي استاذه واقفه واخده الكوفرته فبتقولي ماشي معاها دي، فبنقول الجنزاني دي حاجتي شيلها. لو مش واخد بالك انه برضو كله لايق مع البترولي. مش عارفه البترولي، يعني كله لايق مع البترولي سبحان الله. اهي والله كله لايق مع البترولي عريس الليل كمان، يعني تحفه. ده البترولي النهارده لايق كله مع البركان. بوم كشمير
كشمير. اه حتى يعني الكشمير بتاعها كتير لايق مع الكوفرتة التانية. لا ابصوا الجمال، لا لا جميلة. جيك كشمير مع كوفرتة. اه طبعا طبعا اللي عند عماد بوبس. وريكم الخامة هم من قرب عشان ما حدش يقول لك 400 و500. لا عند عماد ب 300 جنيه ومقاس 3 متر. ما هو هو صحيح السيراميك دوت يشهد، السيراميك ده يشهد. ماشي اهو بقول فيها بطيخ الرسمة ساعتها حلوة. خدوا ده اعملوه نار وسيبوا بقية الملاية. شكلها تحفة كده، تفرد ايه ده؟ بصوا ده ده شكلها كده تحفة. اه بالتحفة وقع تغمى عليها. افرد بقى زي ما انت كنت عايز تفرد عشان هم يشوفوها بقى كانها مفروض على السرير. الناس اللي حابه الغوامق، الناس اللي حابه الغوامق جميله جدا. ايه ده جاي؟ عايزين كوفرتات مفيش الالوان هنا. اه في الساده ده جي معاها كوفرته جملي تبقى حلوه قوي برضو. جامدين قوي. لا جامد والاصفر طبعا كوفرته دي جميله برضو اهي. مثلثات الناحيه الثانيه ايه؟ جميع الازواج ماشي. هو هو كلفتها خلاص. طب ما تجيب حاجه اطفالي، ما في قدامك اطفال اهو، بتجيب حاجه اطفال. ثانيه ايه بس؟ ثانيه يخرب بيت الاصفر. ايه ده؟ ها ده ساطع. ده اصفر. ايه ده؟ ده اصفر كناري. عمال تنقل وعمال تحط، انت فيك ايه؟ تفرد، خلينا نتفرج. اوبا اهو. من انا بصيت لها والله من قبل اشوف كوفرتا كشمير معاها تبقى حلوه قوي. تمام ممكن تستنى شويه يا عماد، استنى شويه بس. الزبونه اللي خدت المنت ماشي. اه انا قلت برضه اوريها لكم. القماشه دي في المخلوط، المخلوط 55 صح؟ 50 ده مخلوط 50 يعني زي العمريه اهو في السعر. بس بصوا بقى المنت، المنت معاه فظيع واكل عشان الاثنين درجه واحده. فدي كوفرتا اه ويمشي معاها كشمير. ويمشي معاها كشمير برده كوفرتا ومعاها الملاي. حلوه قوي. مبروك عليكي، جميله جميله بجد. انا مش هقول لايق معاها ايه، قولوا انتوا بقى. هو خلاص لا وكشمير برده، البترولي وكشمير اللي بكشمير برده لايق معاها قوي، والبترولي الاثنين شغالين معاها. مش هنقول برضو معانا لا، ما هم خلاص عرفوا ان خلاص بقى البترولي كان الجو مع البركان. جميع الازواج ما شاء الله جميله. ودي جميله قوي 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 مع الكشمير اللي هو كوفرتا او البترولي. دي لون اخضر. اه الاخضر اهو. دي مدخلها ساده على الجروب ما شاء الله بقى. نفس درجه السادة. اه بس انا بحسب اخضر قوي، بس هو طلع زيتون. مش اخضر قوي. اه لايق معايا قوي اهو، واكل معاه حلو. ندخل بقى. اللهم بارك، اللهم بارك. جميل، جميله. دي رسمه العمده. رسمه ايه؟ رسمه العمده. رسمه العمده. رسمه العمده. وكان بيلبس ايه فوق راسه بس عشان افتكر؟ بس كان بيلبس ايه؟ اسمها عمه العمده. لا ما كانش بيلبس عمه، كان بيلبس حاجه كده عامله زي القرطاس كده. لا لا مش صعب. مش دي العمده؟ احنا صعايده. ماشي لا يكون في بلاد فيها عمده وزعلوا مني. لا لا العمه طبعا على دماغنا. ماشي ايه معلش. حلو قوي. لو مش مشي ده جميل، بس هتلاقوه في الدرجه دي في العمريه، الدرجه دي في العمريه. يلا عشان ما نطولش. الهادي الزرع الرايق ده، الزرع الرايق ده يا ريت الاخضر ده اصلا ينزل. الاخضر ده مفيش منه خالص. فاحي هينزل ان شاء الله. مصورين كل الالوان مع الساده على الجروب. شكلها جميله قوي. كل لون داخل مع الساده. ده التليجرام. التليجرام جروب الوصف. سيب لكم التليجرام ان شاء الله في صندوق الوصف. سيب لكم العنوان وارقام التليفون. ايه مش عارفه انت حالف على على الاطفال؟ حالف عليهم؟ ايوه يعني نفردهم، نفرد اطفال يعني نفرح العيال الصغننه. اه ده بركان. انت اللي تعبت؟ ماشي. ما علينا، المهم اللي جه الوان البركان. اللهم بارك، جميله ان شاء الله بقى في التشكيل كله بقى. اه الله ايه القمره دي؟ ايه الكتي وتي دي؟ خلصتي؟ يلا يا جماله يا جماله. احلى حاجه في الاطفال انها ولا بحب يتلعب فيها ولا اي حاجه. فيلات كده وبصي شكلها تحفه. قمره
جميلة جميلة. قبي نبي عماد في كده اكيد بتصوص وراك اهي، هاتها وحيات امك اهي نجيبها والله. واقفين وقفوا حاضر كده كيت عمال تصوص يعني فرجهم. جميله انت مشقلبني الحياه ليه؟ لو ايه ده والفيل شايل كتاكيت اه يا اختي هيوقعها. جميله والله خالص. الارضيه بتاعتها ايه لون لبني فاتح قوي، عنوانك المفرقعه في الاطفال. ايوه هي هي لا كده تمام كده هم شايفينها. ايه الرسومات دي جميله قوي، الرسومات دي جديده. ده فلافيلو فلافيلو زي ما قلت لي يا ريتك يا دعاء ما قلتيه فرجيني على اطفال. كل حاجه وقعت وراه هيشوف يا بنتي كل حاجه، اللي هيخش الجروب هيشوف كل حاجه. انا عايزه اتفرج، انا مش عايزه اخش الجروب. الله اتوبيس اتوبيس وجنب لون جنب لون وجنب ده سيمون والجزء يا ريت نفرده عسل. اجي اتوبيسين ثلاثه اتنين يبقى كده كام اتوبيس؟ يبقى كام اتوبيس؟ 7 اتوبيسات في متر ونص الباراشوت، يعني الباراشوت كلها اتوبيسات. ده باراشوت. المهم انه اي حد عايز يعدي يعدي، مفيش مشكله خالص. لا طب يا جماعه بقى هقفل الفيديو ده على البركال، ولكم فيديو تاني من الاشكال اللي نازله في الميكرو فايبر كلها الجديد بقى، كل ده كده الجديد. انا مش هقدر اجمع لكم الاثنين مع بعض عشان هيبقى تقيل عليكم قوي. في اشكال جديده في الميكرو فايبر زي ما انتم شايفين كده حلوه قوي. اصبروا واستنوني، ما تستنونيش باللايك وسبسكرايب للقناه، اول مره اشوف قناتي فعلي الجرس يوصلك كل جديد.